العملي، العام الدراسي 2019-2020. بداية نبدأ بالتصنيف Kingdom Animalia، الفايلم أو الشعبة السيلون 3 اللي هي أمعائية الجوف أو ما تسمى باللاسعات اللي يطلق عليها مصطلح السينيدارية أو النيدارية أو الكنيدارية حسب اللفظ. الكلاس هو الهايدروزوا أو ما يسمى بالمائيات. الأوردر اللي هو كاليبتو بلاستية أو ما يسمى مغطاة البراعم، والمثال مالتها هو الأوبيليا، ناخذ منها الميدوزا والبوليب. الأوردر الثاني اللي راح ناخذه اللي هو الجيمنوبلاستية اللي هي عاريات البراعم، ومثالها التيوبيلاريا طور البوليب، والبناريا اللي هو أيضا طور البوليب. أريد نشرح شوية طلابنا الأعزاء عن شعبة اللاسعات أو أمعائية الجوف. الصفات العامة لهذه الكائنات هي كائنات بحرية أو تعيش في المناطق الرطبة، سواء المياه العذبة أو المياه المالحة، بعضها يكون طفيلي وأكثرها حر المعيشة. تمتاز أفراد هذه المجموعة بوجود ظاهرة نطلق عليها مصطلح ظاهرة البوليمورفيزم، اللي هي ظاهرة تعدد الأشكال، وظاهرة تعاقب الأجيال alternation of generation من خلال دورة حياتها اللي تمر بطورين، هو الطور الجنسي واللا جنسي. أريد أقول لكم أنه ظاهرة البوليمورفيزم اللي هي ظاهرة تعدد الأشكال، أنه الكائنات اللي موجودة بهذا الفايلم تكون بيها ظاهرة تعدد الأشكال. يعني شنو؟ يعني مو شكلها مو شكل واحد، تمر بعدة أشكال مختلفة، ولذلك سموها البولي اللي هي المتعدد، مورفيزم الشكل. وظاهرة تعاقب الأجيال alternation of generation يعني تمر بدورة حياة تعاقب للأجيال، تمر بطورين اللي هي الطور الجنسي اللي احنا نسميه الميدوزة هنا بالأوبيليا، والطور اللاجنسي اللي نسميه بالبوليب. الطور الجنسي هو طور متحرك، بينما الطور اللاجنسي اللي هو البوليب هو طور ثابت. نجي نتكلم شوية عن الميدوزة. الميدوزة يختلف شكلها عن طور البوليب، أي أن ظاهرة تعدد الأشكال، ظاهرة تعدد الأشكال البوليب عنده ظاهرة ميدوزة، تكون الوظائف مختلفة، لكن أكو طور، الطور الآخر طور يكون الطور الآخر. طور البوليب هو اللي يطور طور الإدو يولد طور الميدوزة، وطور الميدوزة هو اللي راح يسوي جاميتات ويولد طور البوليب. في بعض الأحياء تكون ذات طور واحد فقط، أما أن يكون جنسي مثل الميدوزة أو لا جنسي مثل البوليب. سميت أمعائية الجوف اللي هي هاي الكائنات، سميت أمعائية الجوف لظهور الجوف، أي تتم عن به عملية الهضم. الفتحة التي تؤدي إلى الجوف هي فتحة الفم. سميت باللاسعات السينيدارية أو النيدارية مثل ما قلنا، أو الكينيدارية لوجود خلايا متخصصة للدفاع واصطياد الفريسة. تقع في الطبقة الخارجية لجدار الجسم، وتتركز في تراكيب خيطية خارجية هي المجسات اللي نسميها تنتكل. تحيط بها فتحة الفم، تتركز فيها أن الجسم يتحرك من الجسم لتمكينها من اصطياد الفريسة. طور البوليب اللي بالأوبيليا يكون من النوع الجالس سيسلز، لديه وليس لديه وسيلة حركة، بينما طور الميدوزة بالأوبيليا اللي هو الطور الجنسي طور حر السباحة. هسه راح نتكلم شوية عن الأوبيليا، ونرجع نكمل الجيمنوبلاستيا تيوبيلاريا اللي هي عاريات البراعم. نتكلم عن نيجي هنا إلى الأوبيليا البوليب أور كولوني. بوليب هو طور البوليب، أو الكولوني معنى كولوني مستعمرة. ناخذ منها البرعم التكاثري والبرعم الخضري. نجي على البرعم التكاثري. البرعم التكاثري يحتوي شنو؟ يحتوي ميدوزة، يحتوي على الميدوزة، هاي الميدوزة بداخل البرعم، يحتوي على
الجوناثيكا اللي هو الغلاف اللي يغطي الميدوزا او اللي يغطي البرعم التكاثري. اكو موجود ايضا البلاستوستايل اللي هي الحليمه المولده يتولد منها الميدوزا الموجوده بالبرعم التكاثري. البرعم التكاثري كلنا نسميه جونانجيوم. جونانجيوم هذا برعم تكاثري. جونانجيوم هنا الغطاء اللي الغشاء او الغلاف اللي يحيط به هو الجوناثيكا. نتكلم عن البرعم الخضري. البرعم الخضري مثل ما تشاهدون الان امامكم بفتحة فم اللي هي الماوث، بتنتكل اللي هي المجسات، بهايدروثيكا الغشاء او الغلاف اللي يحيط بالبرعم التكاثري. هايدروثيكا من الهايدرانث اللي هو البرعم التكاثري الخضري العفو. هناي جوناثيكا جونانجيوم، هناي هايدروثيكا هايدرانث، حاولوا تنتبهون عليها. هنا تكلمنا هسه عن البرعم التكاثري اللي بداخله ميدوزا محاط بالجوناثيكا ببلاستوستايل وكلنا نسميه جونانجيوم. اما الخضري ماوث الفم، تنتيكل المجسات، والهايدروثيكا الغشاء الغلاف اللي يحيط به البرعم الخضري واللي اسمه هايدرانث. هنا راح يبين عندنا هذا التفرع مال اوبيليا اللي هو طور البوليب. نلاحظ انه هاي بداخله نسميه سينوسارك او اللب سينوسارك، والخارجي اللي يحيط يغطي الخارج من الساق هذا نسميه بيري سارك. بيري سارك كل هذا المقطع اللي هو سينوسارك والبيري سارك هو الهايدرو كالاس. هايدرو كالاس اللي هو مجموعة السينوسارك والبيري سارك بساق الأوبيليا طور البوليب أو ما نسمي احنا كولوني مستعمرة. هاي بالنسبة للأوبيليا طور البوليب. نجي على الأوبيليا طور الميدوزة. الأوبيليا اللي تكلمنا عليها قبل شوية طور ميدوزة طور حر سابح بالماء. الأوبيليا طور الميدوزة برينج كانال، القنوات قناة الحلقية. الرينج كانال متفرعة منها الراديال كانال، قنوات شعاعية. بي أيضا مانوباريوم اللي هو التجويف الهلامي. المانوباريوم شكو بي ماوث. زين نجي مرة ثانية، هذا الرينج كانال، هاي الراديال كانال شعاعية، هاي هناي كل راديال كانال بما انه بي فور راديال كانال راح نلقي فور جوناتس اربع مناسل. الاربع مناسل هاي 2 3 4 موجودة في كل قناة شعاعية واحدة تنتهي وين؟ بالمانوباريوم. المانوباريوم مش اكو بي؟ اكو بي ماوث. المانوباريوم هو التجويف الهلامي. هذا الرينج كانال بيها تنتيكل، هاي التنتيكل هاي 1 2 3 هذا التنتيكل. كل تنتيكل بي ستاتوسيست، هاي المسوي الشريحة بالاحمر ستاتوسيست سيست اللي هو الجسم الحسي. ستاتوسيست اللي هو الجسم الحسي. هذا الميدوزا السابح في الماء مو مثل البوليب اللي هو الطور الغير سابح في الماء. الأوبيليا، الأوبيليا هنا تحت المجهر راح تلاحظوه مثل ما حكينا هناك، هذا المانوباريوم تجويف الهلامي، هاي الراديال كانال هذني الأربعة، وقلنا كل واحدة منهن بيها جونادز، كل واحدة بيها جونادز. الرينج كانال نلاحظ بيها اذني الدوائر اللي هي ستاتوسيست، وهاي التنتيكل. هذا تلاحظوا تحت المجهر ان شاء الله. هنا هذا الطور الخضري والتكاثري بالاوبيليا، طور الخضري والطور التكاثري اللي هو سمينا جونا
نيم وسميناه هايدرا هايدرانث. اللي سميناه بالكونوسارك والبريسارك. مجموعة عاريات البراعم لا يوجد لديها غوناثيكا ولا هايدروثيكا، كذلك لا تنمو بميدوزة وتكون محمولة أيضا على ساق، أي أن البوليب هو الطور السائد. كل عارية البراعم غير مغطى بغطاء لديه في الأعلى فتحة محاطة بعدد من المجسات، تكون في الأعلى مجموعتين مجسات فمية قصيرة أعلى الجسم. في قاعدة الجسم توجد براعم البراعم مجسات، قاعدة براعم مجسات لا فمية طويلة تمتلك جونادز أو مناسل على البرعم. احنا هنا هسه مقارنة بين الشكل العام للبناريا والشكل العام للتوبيلاريا. البناريا البرعم اسطواني، راح نشوفه هسه بالرسم من ورا الكلام، اما في تيوبيلاريا يكون كمثري الشكل. خلينا نشوفه، حتكون راح نلاحظها مفردة عند القاعدة، اما المجسات تكون بالبناريا دبوسية الشكل، شكله شكل الدبوس اللي براس ملون هذا الموجود، دبوسية الشكل التنتيكل اللي هي المجسات. اما في راح نلاحظ فيليفورم خيطية الشكل. هسه نشوف، اذا بدنا نشوفه مرة ثانية خلينا نشوفه بالرسم، هذا الرسم تحت المجهر طبعا، هذا رسم توضيحي. خلينا نشوف هناي اسطواني الشكل مثل ما قلنا بمجسات او شورت تنتيكل دبوسية الشكل، هذا شكل اسطواني، وهاي اللونج ابورت تنتيكل ابورال تنتيكل لونج ابورال تنتيكل اللي هي المجسات الطويلة. هنا نلاحظ هنا المناسل واحدة قريبة من القاعدة، بينما هنا موجودة عنقودية الشكل الجونادز. هاي بالنسبة للبنارية والتيوبيلارية. طبعا اثنيناتهم قلنا طور البوليب، ماكو طور جنسي اللي هو نسميه الميدوزا. ايضا نفس الرسم.